هو اللي إسكع عليا اللي ما الباب كان لقى عليا سركال لعليا شعب لعليا شعب العنق قبطايا فات كذا إيا وددا سماشي كل ما نيسا قف كستو صومالي حق قالوا إيح ما أنت هدي مدحين حسن شيخ محمود وقرد كي شري دعي كدو دي جري ما أنت أساق هدي ورالي كنغضا ورطوا إسكا مصيبة قرنوا مصيبة قرنوا وروحا سلقين في عن ما دقين كي شري أن كدري لي نوا شغالها سيبل سيرفن تيجي سياسة دح أرداية ضحايا حلبان وجوابها يقرن والحقين جوقنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعن وناك سندق استيال يا دعوة يال هلكني وشبل تي في أن راديو كسر دواذا وريسي جار أه أو أن لا يلاني حلبان محمد علي عمر حلبان عن نوق أو كترسن برلمان كا قلها شعب كا فدرال كصوماليا waxana wareysigeen uu daaran yahay qodob dhowr ah oo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka siiba xaaladda hadda ka taagan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed oo madmado siyaasadeed uu soo dhaxgalay waxaan sidoo kale xildhibaanka wax ka weydiin doonaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee golaha shacabka oo maanta garoonka laga hor istaagay qaarkoodna dabcan ay ka hadleen warbaahinta xildhibaan aan dhug markii ugu horeysay kusoo dhaw Shabeelle TV قام سنتهاي وادوا. سيدان أقنا هاي با كلاف سياسي أي كنا حجرا حلي عن تورد فدرال إمام الملك كونفور قلبت. أريمها سي يحيى به صور عمر كات في رسالة تمحي كل مغضان. وما سنتهاي شبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله. شبه الله سيجارة أيان إذا نكون هاد علينا يا. وحن ربع دعوين يريرو كوكوبان ومعلمهن سوشيال ميديا أما صبح بحي ميديا لسكومر سينا إنان بل أنتو إلهي إيغا وافتشي أنك إيرا هدو سود ويستي إيو دولد فدرالكا دولد عنقا حوغي من مدو أيا صواب بحي آن اللو بمبوني رونتي أو سوشيال ميديا آذو قل بمبوني قلاف كاسنا وحو صوشا بحي مركي حلبانا كاميدا لما نقول لها شعب كي كهلين برلمان كورتيسا شعب كودي باي بكول كبنان بحي لبنياشا او اها ارقق حسادة بركي يري هدين وردت كاسويانا ارقق حسادة لو لوغن ايا وركو دي سيابة كلا دوان لوفا سيري قولك كستابة وحي دحمر سيستي تاسا هرتا وحي كانت افكشن كاوهر رايا سود ويستين الدرين كجلسي waxaan ognahay labadii sano oo dhamaatay maamul goboleedyada haddii Puntland hore u maqnaa laakiin afartii isteed oo kale iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay isku ahaayeen caana iyo malab annagana raali aan ka ahayn sababtoo ah dalkeena wax meeshaan dhigay waa khilaaf iyo mataqaana isjiid khilaaf ma badoonayn ba annaga مرحلة دان أدك سيلو قدبو إن قعمال إسقب صدي أهيد مركا وحا هدى ما أنت تاغن وحي أهيد فاسرادو حلي ما ندي هالكا كهالي فاسرادو قلدان ولغا قدبي إيا الشعب كيان يانا لو لوغين أرقا جحسادة الدولاد دا حالها أوكينت أي قلوه ماشي دونت لاد إتوبيا لا تاغيري حقا لغا بحيا حقا لغا بحيا هاد وحكست أرض عنا موقت قلا وحي كده حرادسة معاش مركتها أم باكين تيان إسلاي هاي وحنا أمي سنة إن الحلين كرو هدي أقل جا إيمانك هدي أوشقة اللي بانو كترسن طبعا وحاها اللي اللي بانو كترسن قولها شعبك أو شعبك هذا كون فرق البيت يعني درينك هذا موجي إسلاح اللي بانو كلا يجون أوجي جوابي أو يري إتوبيا طبعا تاجيري سان يحسن دالين كقاضي أو ديال دقمات باهاللي حلبانة قارشيكي إن لو ويريري دونو أريما بضان باجري مركا دولد يدو وحتى لا رأى أو أرنتاس أي وري أقاضي انت أدوك تاي مجران وما سنتهي هورتوان نصيب درو حلبان حلبان كلا أجواب يدهايا gurigan ugu dhacayna iyo shaqo laga qabanaya iyo mooshinka keenayna xasaanada laga qaadaya waa horta haaja anaga ubug nagu ah anaga baarlamaanka muddan ka soo tirsaneen muddan ku soo jirnay xildhibaanka waa qaldan kara bini aadan waa qofka hadii uu qaldamo procedure loo mara
أيوليه هاي دم عن ميلا لقصوا إيديا حير إلالين يقدون بارلمان إيو وحبا جيلا لكن إن بلشو إنت لكعية أو هدانا أفري ريسان لقلاها اللوح اللي بعنا دي أما أضيال دقميد هلقى هذا الشيو أما متقانا إيشيك دلن يرى هلقى هذا الشيو أما حل بعنا أنسكرها وهلان أنا أريكا صور دم وحن أريكا يتطلي إني قلبان تاي فيسبوكي كان وكو سو قرايا دتك سوماليات يان يعني لك لو ودين وحب ان سو مرني وحي ان سو مرني وان ان 10 كبرنا ارين كاس مركا اني توتالي وحن اركاي ارين قلدان ان اهيد مدخينا تلاب هل الى حد او قاداي انو ما ارق حتى وحاس دعي مدخينا انو لو كلها ما امينسن وهي خليبانا طبعا دودهي ارينتاس كو سابسنيد خليبانادا والحلية أو أيوة ودي جري حلين إن أريد تسلل دمي رئيس الوزراء هو آدم قال هذا بيد أبو ما المسوي جوجي شرب ودب عن لسه ويا شيء إنك استوى حك صوب حي هذا أي سنجرين أو مو قد أربعين تؤم وضع مدد كله هذا نوع حاجة إن ما المهن جرام دي عقبات أي كتيم ده ديارة بيد أبو أسرع الشعب ودي أيان دو طبعا العلية سركال عيران كتر سنبال العلية ما أنت حل بنا حلي كونفرج البيد أه oo yaani sheegay in diyaaradii laga reebay dokumentiyadii laga qaatay bal arintaas iyada ka war waa maasan tahay soo feysane horta waxa social media hayaa caay anigu inaan ka hadlo ma rabo laakiin waxaan rabaa xildhibaan in la celiyo ama qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah ama sarkaal ha noqdo ama shacab ha noqdo ama xil ha hayo إن لعلي هرت حاجة دان وحقي كسوة بلابتي وحان آمين سانا هاي دولدي دولد دان وكوه الرئيسي مدحوين محمد عبد الله فرماجوه قامين اي هرت وحان وصوب بلودين إن إربار هذا دادك اللي قعلي ما انتي التاقين إن الحنب تنارنا إلا هذا إيكاد إن الحنب هرت حلي قاس إي صوب بلابتي مدحوين حاس شيخ محمود حلي قاس اسكتين مان هين بنان كان وذا جوجني وحاس ايجا دعاي دتك لو سمينا كاهل لجرني ما انت هذه دي بلوغ لا تاريخ دو ايدا اسقريش وحي كو جيران يوتيوب يدي كو جيران ولا هليا عدد كيسي هرتا انو ما قبو قف ان لعليو دولدي هره وحي اي قلدي انق ان شلي بنانك او تاغنين اون لهين وحانو صح ما ما انت هدي مدحين حسن شيخ محمود او قرد كي شري دعي كدو دي جري ما انت اساق هدي او رالي كنغضو ورطو اسكا مصيبة قرنوا مصيبة قرنوا انا عد ان قوني او لجرنا اي عد ان قوني او دفاعينا ما جرتي مركز سوحن دفاعينا شرعيقا شرعيقا وحويا اي ان دفاعينا ور عشر ان كبرانو وحي دعي ايميشي اي كدن بيين ما انت وحال ايشي اي حلي بان سريدو oo dhahaysa waxa la iga celiyay airportka body baski la iga qaaday nin bliis oo iga qaaday xaba kale hata way iga soo gaarayaan oo la leeyahay xildhibaanadu maba safri karaanba in maanta xogay hata xogay shaqaaqa ay ka dhacday garoonka xubn waxa ay soo gaartay xildhibaanada la celiyay hata wasiirro ay ku jiraan oo dalka dibadiisa u socdo markay la isqabtayna la yiri war anagu xildhibaanada Southwestian aadayaan idin dirnay wax noocaas ah xaq noocaas ay soo gaarisay waxaan rabnaa wixii xumaayo dhici jiray wax fiican in lagu bedelo horta oo waxa xun kali aan la koobeynin waxaan xun hadii ay sii socdaan jidka ay ku dhamaanayaan waa la yaqaanaa sharay ku soo dhamaadeen daraaday ku dhamaanayaan birina ku dhamaan doonaan sideedaba fillada qofka gala miirku beela horta waxa miirka tiri lama yaqaan runtii sixir ayaa laan isiri aniga sababtoo ah ninka shalay markuu banaanka joogan nin wanaagsan xasan sheekh maxamuud waxaan u maleynayaa madaxweynaha teeramkii labaad uu jooga waa oday waayay araga dalkan aanan wili ka bixin oo qurba joog aanan ahayn oo teeramkii labaadna madaxweynaha shalay markuu xafiiska ka soo baxay laga adkaaday oo banaanka aan wada joognay waxay ahayd qaladaadkii dowladdiisii hore ay gashay iyo midda hadda mataqaanaa joogta qaladaadka ay galayso horta inuu wax ka barto asagoo macalin intuu meesha tago wixii uu saxay ahayd لكن ما انت ان ليراد حل دبانا قرون كلو ديري اغاسميال اما دات شعبا ميل انت لسو استاجيال لغا هاد الشينا يا وروحا سو دقين في عن ما دقين كشالي ان كديري لي نوا شغالا سيبل سيرفن تيغا سياسة دا اردا يا دهايا حل دبانا او جوابا يا قرن وحقين جوقنا
وردل كان صدّن صنوح وكسعودي ككب وفدرال سجي حسن شيخ محمود عبد العزيز حسن لفت الجرين أيجو عانى مرب أسقى أيان أوجين وأنا كفر حسن أنا لكن وحي عانى مرب كوضع هاين ما أوجين أنا أيجو مبأك أيجو مبأجرنا ما أنت وحي كن ديرين ولوك للتجي وحاجة شكي كأنين هذا أنا ما جرناين سألت واحد هشيس كوضع أوجين دجال كوضع دمبر ما أوجين كرتت وروحان لنا وحي الشارع تقول شيء سين إذن كي قانة إسحلية عد إثيوبيا جار أنت على صومالي أنا مجرته. لبنان سؤال القادر أنت عن أو شقالها الريت كأح يا ترى ولا هذا السين يا ما عنده تحل وذي مقال إن أجسمك أو سارد دولستا وسارد الجديد كي دولستا هو ذا أو مجتمع رير كونفرج البيت كنت المامة طبعا إن إثيوبيا إنك اللي قاعد لا يوسف أيضا لين بل كور أرنتاس ولا روحت وما سنتاني مقال كمال ما أنا وحنا كوارك بره بالشدة ريه سود ويست أم ريه باي باكور ودات سوماليات ونكسن علماء دات كسوماليات وحي كهوري ربع قرني أم قرني أيها اللو دون انجلي دينت ودات ودا دا أي أهيانو قفك مركي اللي يراه دو قرآن كود دمي وحو حرنما قدوان تي باي باكور أيان هورتي مغلي جري هورتي أرين كاسو ريه كوفر قلب دوحان لان هاي raaliyad ka ahanaysan sida adaba waxa idin ku dhacay wax Soomaaliya dhan ay raali ka tahay ma dad aan si gaar ah u jecelahay waa aniga sababta waxaan ogahay dad diibeed inay yihiin dad Soomaalinimada ay ku weyntahay inay tahay saaxiibaday agaasimayaasha ama ilaa dadka kale oo hadlo xilibanada ama odayaasha xumaan uluma jeedin hadalka ay yiraahdeen arabka ka boobay social media ay ka faa'iideysteen marka intaas un baan dhihilaa dabcan arintan markaan ka soo tagno koonfur galbeed iyo dawladda xilibaan waxa taa golaha shacabka tirsan waa dhaweeyto dhowr bilood koor waxaad ku dhawaaqdeen kudlad la yiraahdo toosin qaran oo waad hadli jirteen oo dawladdaad mucaaradda jirteen dabcan madaxweynihii iyo ra'iisul wasaaraha aad markii dambe la kulanteen kulladaas shaqadeedii xagee ku dambeysay waa maasanta su'aal fiican waaye anagu mucaarad maba ahayn magaceena wuxuu ahaa toosin qaran inaan wax toosino toosintii waxaa lagu soo gaaray sharciyadii waaweynaa ee dalka hortabinta u lahaa in si wanaag iyo nabad iyo horumar ah in lagu ansixiyo markaas anaguna u arkayna dalkaana inay maslaxadiisu inay tahay hadii wixii ay toosan yihiin reason hadda anaga dawladdi aan u sii xagxaganahay maba jirinba haddana waxaan u taaganahay horta kulladii waa dhisanta kulladii ma taqaana kullad baabacday ma aha maalmahan aadna arki doonta insha allahu tacaala hadduu ilaahay iraado anaga marka sana waxaan u taaganahay inaan wixii qaldan inaan wax ka saxno mas-uuliyad gaar ahona saaran dadku waxay idinku xamanayaan maadaama madaxdi ugu sarreysa aad la kulanteen in dabcan la idin aamusiyey madaxda inaan la kulan horta dembi ma aha madaxda annagaa dooranay waana ku faraxsannahay runtii horta madaxda inaan la kulanno madaxdu qaladna waa leedahay wanaagna waa leedahay wixii wanaaga ku taageeraynaa laakiin wax qaldan ku taageeri mayna waxaan leenahay waxaan waa qaldan yihiin ka jooga haddayna dhegaysanayaan haddayna dhegaysan waayaanna waxa waaye dabcan markaas uu mas-uuliyad iyo kitaab aan ku dhaaranay inaan geed ugu xidhannahay oo meel aan u fadhinayn ma jirto oo aan gacmaha isma saaranayn ma garanaysaa laakiin annagu waxaan ka fiirinaynay war maadaama dalkaanu dal jilicsan uu yahay cadow tiro badanna uu ku wareegsan yahay oo mid dibadeed iyo mid gudaha intaba uu leeyahay waxaan islahayn un marxaladan halaga gudbo si wada jir ah ayaanu la is-eedaynay waxyaabo badan oo runtii dhaliilo ah oo baarlamaankan dhexdiisa ka dhacay waa jiraan oo sida sharciyad sharciyaal tiro badan oo baarlamaanka la marsiiyey oo baarlamaanka aanan loo keenin annagoo ka fikirayna war waxaanu xogteenni maadaama dalka haddii uu burbur dalku iska jilicsan yahay oo haddee dowlado tiro badana ma garanaysa iyo sheeg intelligence-goodii uu na dhex jooga oo weli xuduudaheenna iyo cirkeenna si dhab ah uma ilaashan karno annagoo meelahaas ka fikirayn ayaan sharciyo badan ayaan meel marinay cid gaar aan ugu danaynaynayn ma jirin waxaan islahayn dalka looga danayo sababtoo ada ogtaha ethiopia inay in heshiis ay la galeen madaxweynaha maamulka somaliland heshiiskaasna sharci daru ahaa qof kastoo soomaaliyana waa taabanayay heshiiskaas asagaa sidaan uga hortegi lahayn inaan saaxiiba
aan lahayn aan xujino wadanka ma taqaana difaac ay nala difaacaan ayaan horta wax badan ayaan u fududeynay ee anaga mucaarad dawladdeena kuma ahayn hadii hadii aad wax saxaysina mucaarad ma tihid mucaarad ma tihid inaad dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xildhibaan Cananuug waxaa jiray shirarka wada tashiga madasha wada tashiga qaran oo madaxweynaha iyo dabcan madaxweynayaasha maamul goboleedyada waxaan ognahay xiriirka dowladda iyo Puntland meesha uu marayo koonfur galbeed ba hadda kusoo darsantay muddo shirki lama qaban marka ma la isdhihi karaa shirarkaas madaxweynuhu inuu isku keeno maamul goboleedyadii intii uu haystay uu sii hayo arrintaas gaabis baa ku yimid ma la oran karaa waa mahadsan tahay horta Puntland inay maqnaato annaga waa ka xunnahay sababtoo ah Puntland waa maamul soomaaliyeed runtii dalkaana dowladiskiisa qayb weyn ayay ka ahaayeen mas-uuliyaddaas horta annagoo dhan ayna saaran tahay si gaar waxay u saaran tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarre inay xil gaar inay inta iska saaraan horta ay keenaan Puntland iyo tabashooyinkooda iyo la xaliyo dadku tabasho lagama waayo waxaan u malaynayaa shacabka reer Puntland inay sidii diidanayeen dowladooda marka waxa yaro jira in la raadiyo dadkii la xaliyo oo dadkii isku wada horta waa lagama maarmaan sababtoo ah cadaw badan ayaan leenahay waxa ku soo haray afartii joogtay ee waayahan caanaha iyo malabka isku ahaa shirkooda in badan oo kamid ah dib u dhac dib u dhac dib u dhac ku yimid sababtoo ah August inuu dhacay ahay August ma dhicin hadda September ayaa gabagaba ilaa haddana annaga wax cad oo aan haynaay ma jirto buuqna waa iska bilowday buuqna waa bilowday marka runtii aniga waxaan aaminsanahay qaladaadkaasoo dhan oo dhacaya iyo dib u dhacaas yimid xoogay kala shakiya jira kala shaki waa la yiri kala shaki yaa kala shaki waxaan is leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo raggii odayaasha ahaa sida gaarka wax isula watay ayaa xoogay kala shakiyaan isleeya annagu laakiin waxay isla wateen iyo waxay heshiiska lagu ahaa dhinaca wanaagsan un baan ka fiirinay inay wardad isla madax isla socoto waxaan lahayn war isla socdo annagana gadaalaa idinka taaganna ma ogeen horta waxay ku wada socdeen haddana waxay ku kala tageen in shirkooda wuxuu u baaqday dee madaxweynaha la weydiinaya annaga warka mahayn ugu dambeyntii waxaa tahay xildhibaan muddo ku soo jiray sidaad sheegtay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya arrimahan hadda jira iyo waxyaabaha muuqmuuqda marka aad fiirisid taladaada ugu dambeysa maxay anigu taladayda waxa waaye sideedaba horta wixii nasoo maray waa inaan cashar ka baranaa hawa la iska celiya xildhibaan albaabka laga celiya sarkaar la celiya shacab la celiya shacab la cuna qabateeya raadkeeda iyo waddadaas meesha ay ku dhammaanaysa qof kastoo soomaaliya xog ogaalo u yahay waxaan leeyahay madaxweynow waddadaas salaad soo aragtay oo nagu soo hogaamisay ood lahayd waddadan way qaldan tahay laga joogo aniga waxaan qabaa horta in laga joogo oo dalka soomaaliyeed caburinta laga daayo wax heshiis lagu yahay un baan hore ugu socon karnaay mar haddii la iskhilaafo waa jilcaynaa cadowguna waa jilcaynaa marka taladeena waxay tahay war cadowguna waa nagu dhex jiro waa naga faa'iideysanaya oo ninka sabay dhegtu wax uu sheegayay war dadka soomaaliyeed oo isjecel yaanan qabiil iyo maamul gaar loo faquuqaya war waxba lagu keeni maayo halkan waa caasimada soomaaliya cid gaar u leh ma jirtee soomaaliya dhan ay ka dhexaysa soomaaliya dhan wada maalgashatay qabiil soomaaliyeed oon guri ku lahayn ma jiro dad qof soomaaliyeed oo halkan aan jaamacad kaga bixin ma jirtee ummadda soomaaliyeed halkan wada leh yaysa reer gaar usula haysiinin haddii arrinkaanu marka maalmahan dhacdhacaya odaya xagga ka hadlay iyo dhallinyarada inta ka hadashay iyo waxaa la leeyahay soomaaliga kusii kala tegaysa waxaan rabaa kale inaan ku daro social media in qof madax laga caayo inta lacag la siiyo ayadana waa la yaqaanaa meesha ay kasoo bilaabatay waa la soo koobiyey keliya meesha xumaantii la tirtiri lahaa wixii shalay qaldanaa ee dadka lagu sameynaya meesha la tirtiri la baabin lahaa waa la naaxiyey maanta waa dhacaysaa waad arkaysaa social media ama tiktok waxa markaasaa u fiirisid waxa ka dhacaya looma joojinayo xagga ay ka baxaysaa waa la dardaraa ma garanaysaa waxa dhacaya war waxaasuu sax ma ah waxaan shalan ka soo dagaalanay wada tii hoosoo xirmaysood u jeedo oo kiyaaro cagaar ah oo doog kaaga dhigaay yaan la gashan in xaqiiqdan usoo laabanan lahay aniga dalkan wada jirkiisa waa kugu san iyo walaalow iyo walaalo waaye weli annaga meesha qof kastoo madax ah oo halkaas u imaada meesha uu ka fikiraa heerkaas weli soomaali ma gaarin
وان انا اغنها عدو غينا قدها كجرة ارقاق حسادة اي ميدك الدبادة او كدر ميدكاس ارقاق حسادة وان انا اغنها قف كستو او صومالي او وحقب وحتبنا وان انا نقولي بس اوتقنا عن اوهو ينا قبيل هدي دولة لغو نقنا ودن كان خو وارلوريس ايهو قامي كو حادي ودا اوود بدن ايا صومالي قرح ده عمان تما قادنا اي قبتنا ما ايساقبين قولك استاميهلا او حرنات حافظة او حرنات قران كان مشاقينين دكال دان مشاقينين دولن نماذا يخطو الله لي كوهانا قادين وروح يركون هايسان سيد الله كان قف كستو صومالي حقالو اي هاي حالا الالي واني قتلا ديد يا ابو ماتسين هاي حلبان محمد علي عمر عن نوغ او كتر سن بارلمان كجمهوريه الفدرال كصومالي حلبان اد او ماتسن توريسغاغا سيدا نوغ اقبش ثانك يو اد او ماتسن انت ان مركه كل ميدونو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.